النهارده هقول لك ازاي تدرس بره. ازاي؟ هتدور على بلد حلوه، شهاده معتمده، جوده تعليميه، ومعامل وحاسبات، وجو معتدل صيفا وممطر شتاء. هتشوف فرنسا والمانيا وبريطانيا ودول دول شنجن ملناش دعوه بيها. نخش على المهم، نخش في الموضوع على طول. نخش في الموضوع. الصين وماليزيا وكوريا الشماليه جامعات كويسه، فلوسها حنينه وعلى قد الايد، بس في مشكله واحده بس، اللون. هاو بيفكر بالصيني، بيفكر بالصيني. هتفضل تروح وتيجي تدور على احسن جوده تعليم بين اسيا واوروبا، وهنا هقول لك ان الدوله الوحيده اللي تربط بين القارتين هي تركيا، واحسن مكان تكمل تعليمك فيه لاسباب كتيره جدا. دراسه انجليزي، معيشه رخيصه، اسعار جميله، واكله تقيله، وبصراحه تركيا في الاكل ايه ما اقولكش. هتلف على الجامعات، تشوف فيديوهات، تبعت استفسارات، تكتب ايميلات، تكتب كومنتات، تترجم شهادات، تصور باسبور، تعمل ابلكيشن، يترفض الابلكيشن، تكتب ايميلات، تغير معلومات، وفي الاخر تستنى قبولات، تحول فلوس، تبعت ايميلات، تستنى قبولات. واقول لك كلم سيركل اللي هم هيساعدوك ويظبطوا لك كل حاجه مجانا.